السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين لقاء النهاردة هتكلم عن رؤية غسيل الأطباق وطالما اتكلمنا عن رؤية غسيل الأطباق يبقى أكتر ناس في الواقع بتغسل الأطباء هما النساء علشان كده هتكلم النهاردة عن رؤية غسيل الأطباء في المنام للنساء وهنبدأ كده مع بعض النهارده بالمرأة المتزوجة وهنقول إن المرأة المتزوجة اللي بينها مشاكل وبين زوجها في الواقع وشافت رؤية في المنام إن هي وزوجها هما الاتنين واقفين مع بعض بيغسلوا الأطباق الغير نظيفة وبيساعدوا بعض على الانتهاء من غسلها فالرؤية دي هنا هتكون دلالة ليها إن شاء الله سبحانه وتعالى على قرب انتهاء المشاكل اللي بينها وبين زوجها في الواقع وإن كل واحد في الواقع منهم هيقدم بقى شوية تنازلات علشان الحياة تمشي أفضل من كده. طيب وهنقول كمان ان المراه المتزوجه اللي في الواقع بتتمنى الحمل والانجاب وشافت بقى رؤيه في المنام ان هي بتغسل الاطباق وبعد ما غسلتها فضلت واقفة وشايلاها وهي نظيفة داخل الرؤية، فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها على قرب الحمل. طيب هنقول بقى إن المرأة المتزوجة اللي في الواقع بتشك في زوجها إن هو متزوج عليها وشافت رؤية في المنام إن زوجها بياكل بس كان بياكل في طبق واحد وبعد ما أكل قام وغسل الطبق ده بعد ما أكل، فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها إن هي ما تشكش في زوجها وإنه مش متجوز عليها في الواقع ولا كمان بيعرف عليها أي إمرأة. والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب وهننتقل كده مع بعض من رؤية المرأة المتزوجة لغسيل الأطباء إلى الفتاة العزباء ورؤيتها لغسل الأطباء في المنام ونقول بقى إن الفتاة العزباء اللي كانت في الواقع مخطوبة وانفصلت وشافت رؤية في المنام إن هي بتغسل أطباء والاطباق دي هي عارفاها مش جديدة عليها فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها على العودة تاني لخطبها اما بقى الرؤية اللي فاتت دي للفتاة العزباء وان شافت ان هي بتغسل اطباق واول مرة تشوف الاطباق دي اللي بتغسلها فالرؤية دي هتكون دلالة ليها على قرب خطوبتها من شخص افضل بكتير من خطبها الاولاني وبصفة عامة رؤية غسل الاطباق للفتاة العزباء دلالة ليها على قرب انتهاء فترة العزوبية وقرب الزواج ونقول كمان ان الفتاة العزباء وان شافت رؤية في المنام ان والدتها داخل الرؤية بتقول لها تقوم تغسل الاطباق اللي في الحوض وقامت وغسلتهم فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها ان هي هتحقق كل اهدافها وطموحاتها في الواقع والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب وننتقل مع بعض من الفتاة العزباء ورؤيتها الغسيل الاطباق الى المرأة الحامل ان شافت بقى رؤية في المنام ان هي تغسل الاطباق ونقول ان المراه الحامل وان شافت رؤيه في المنام ان هي بتغسل الاطباق بصفه عامه داخل الرؤيه فهنا الرؤيه دي هتكون دلاله ليها على قرب الولاده اما بقى المراه الحامل وشافت رؤيه في المنام ان هي بتغسل الاطباق وكانت بتغسلها بصابون سائل فالرؤيه هنا هتكون دلاله ليها على قرب الولاده برده ولكن هتكون سهله ويسيره طيب وهنقول ان المرأة الحامل برضو ان شافت ان هي بتخدم في البيوت وبتغسل اطباق وكان صاحب المنزل اللي بتخدم فيه كان رجل فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها على ان المولود هيكون ذكر كما قدر الله سبحانه وتعالى اما بقى ان كانت المراه الحامل شافت برده رؤيه في المنام ان هي بتخدم في البيوت وان هي بتغسل الاطباق وكانت صاحبه المنزل امراه فالرؤيه دي هتكون دلاله ليها على ان المولود هيكون انثى كما قدر الله والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم. طيب وانتهينا بقى كده من رؤيه المراه الحامل لغسيل الاطباق في المنام. وننتقل الى المرأة المطلقة ورؤيتها لغسيل الاطباق في المنام وهنقول بان المرأة المطلقة وان شافت رؤية في المنام ان هي بتغسل الاطباق داخل منزل طلقها في المطبخ فهتكون الرؤية دي دلالة ليها على امور كتير وهي اولا ان هي هترزق بالخير والرزق الكتير اللي هتعرف تعيش منه كويس في حياتها الواقعية وكمان الرؤية هنا دلالة ليها على قرب زوال همومها واحزانها واي دي بتمر بيه في وقتها الحالي اما ان المرأة المطلقة وان شافت رؤية في المنام ان طليقها جالها المنزل واكل معاها وبعد ما اكل قام وغسل طبقه وطبقها بعد الاكل فالرؤية هنا دي دلالة ليها على انها ان شاء الله سبحانه وتعالى هترجع تاني لطليقها وتتزوج منه ونقول كمان ان المرأة المطلقة وان شافت رؤية في المنام ان رجل غريب هو اللي كان بياكل معاها في المنزل وكان في الاطباق الخاصة بيها هي في منزلها هي وان هي قامت وغسلت الاطباق بعد الاكل فالرؤية دي هتكون دلالة ليها على قرب زواجها من رجل تاني غير طليقها والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم واشكركم على حسن استماعكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.